السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف الحديث عليكم من سيلاندا. تفضل تفضلي يا أختي. عليك الصلاة وبركاته. تفضلي. أريد أن أسأل عن حكم صلاة المرأة في السيارة إذا كان يأخذ وقت الصلاة. حكم صلاة المرأة في السيارة كصلاة الرجل في السيارة. تجوز الصلاة في السيارة إذا كانت في سفر للنافلة حيثما توجهت بك الراحلة. يعني هل يجوز إذا كانت متوقفة؟ نعم. هل يجوز إذا كانت متوقفة؟ في طريق السفر النافلة ليس الفريضة. بس إذا لم يكن في سفر. لا، مش في سفر تنزل تصلي الفريضة، ولا يجوز أن تصلي النافلة وأنت في الحضر على السيارة. لم أفهم يعني. ما أنت كم عمرك أو كم عمرك؟ مش عارف. عمري 17 سنة. 17 سنة يعني بالغ وتفهم. نعم بنت. مرحبا يا بنت. أقول لك، إذا كان السؤال مركز، هل تجوز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر؟ هذا سؤال يعني في بلدك. هذا السؤال هو يا بنت الحلال ولا غيره؟ أنا سمعت لفضيلتك يعني. أنا سأجيب على هذا السؤال للحاجة إليه. أنا سأجيب على هذا السؤال الذي طرحته أنا الآن. هل يجوز لشخص، رجلا كان أو امرأة، أن يصلي السنة النافلة على الراحلة في الحضر؟ يعني أنا من القاهرة، واحد من القاهرة مثلا، ويركب سيارة داخل القاهرة، هل يجوز أن يصلي السنة التي هي النافلة على السيارة حيثما توجهت به في القاهرة، أو يلزم أن يكون سفر؟ هذا سؤال أجيب عليه مستعينا بالله. عن المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي حديثان، حديث مقيد بالسفر، حديث ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به، فقيد بالسفر. الحديث الثاني ظني أنه من حديث جابر لكن صحيح الإسناد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به دون ذكر في السفر مطلقا. وبه أخذ بالأخير عالم يقال له أبو سعيد الإصطخري، أبو سعيد الإصطخري من علماء الشافعية، قال بجواز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر والسفر لحديث جابر المطلق. وفريق من العلماء قيد بالسفر، قيد بالسفر، وبعض الشافعية قالوا بمجرد خروجك من البلدة ولو كيلو تصلي النافلة على الراحلة. فالوجهتان قائمتان، وجهتان قائمتان. فهمت يا بنت؟ يا بنت الفرض. لا، الفرض إذا حضرت الفريضة تنزلي. إذا كنت خايفة أن الناس يرونك وأنت تصلين في الشارع أو في المكان، لا خوف من هذا. النسوة على عهد الرسول كنا يصلين في المسجد وراء الرجال. لا يصلح أن تصلي الفريضة على النافلة في الحضر ولا في السفر إلا إذا كانت هناك ضرورة في السفر. السيارة لن تتوقف إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى في الفجر خاصة مثلا. خلاص عفى الله عما سلف اللي حصل معك المرة الجديد. مشكلة حصلت معي، الوحدة كانت بجواري متوضعة وتجوز مثل لم تجد الماء بجوارك تتيمم وتصلي. إذا لم تجد الماء تتيمم وتصلت. شكرا.